واصل مجلس النواب مناقشه تقرير اللجنه المشتركه من لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه ومكتب لجنه حقوق الانسان عن مشروع قانون الاجراءات الجنائيه، ومن المقرر ان تتواصل مناقشه مشروع القانون في جلسه الغد. جلسة جديدة لمجلس النواب واصل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وفي بداية الجلسة أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما وعرضه على المجلس. كما أخطر رئيس المجلس اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون المقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري 3/85 بميناء الإسكندرية. وواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ. نثمن جهد مجلس النواب الموقر والذي أسفر عن مجموعة من القوانين حققت نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعاً معاشاً لكل مصري ومصرية بدون أي تمييز لأي سبب كان، كما تنص المادة 53 من الدستور. يأتي مشروع القانون مصغياً لكافة الآراء، ملبياً لأهمها، حارساً للحقوق والحريات، مكسياً لنظام قضائي عادلاً يحمي حقوق الأفراد ويصون ويحافظ على المجتمع. منذ إطلاق القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدولة المصرية بتخطو خطوات واثقة تجاه ملف الحقوق والحريات. ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة على أن تتواصل مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسة غد.